الكابتن عدنان درجال. تحياتنا للأخ أبو حيدر، نتمنى له إن شاء الله الموفقية. مسؤولية طبعاً ليست بالسهلة، وتعرف أكو تراكمات يعني، فأتمنى له طبعاً يأخذ الوقت في سبيل يقدر يحل المشاكل. الرياضة طبعاً هو صح وزير شباب، لكنه أعتقد هو قريب على اتحاد الكرة، قريب على الأندية، فيستطيع بحكم خبرته وحب العمل ممكن يغير شيء كثير. وجوده بالشباب والرياضة أفضل من كان أن يكون رئيس اتحاد؟ لا، رئيس اتحاد أفضل. 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 شنو السبب؟ أنا أعرف الأخ أبو حيدر، هو يعني خلينا نقول عليه متفصل لكرة القدم، يعني لاعب ومدرب، واشتغل فترة بالاتحاد بالنظام السابق، يعني اشتغل هو الكابتن حسين سعيد. عندهم خبرة، عندهم خزين، عندهم تجربة، عندهم حب للعمل، وعندهم علاقات. وأفضل يعني أحسن ميزة عند الأخ عدنان، تحياتنا له، هو يعني ما يبحث عن الاستفادة المادية، هو اللي يعمل. يعني أنت لا تقعد ويا كابتن عدنان في موضوع ممكن يحكي لك ساعتين ثلاثة عليه، ما يمل من العمل. فهاي الأمور لو يعني وزارة الشباب تتشتت كل قابلياته، كل أفكاره، كل خطط مالته. أما بالاتحاد، هو اتحاد قدم واحد، هو مو أولمبية، اتحاد قدم يستطيع يوضع له خطة عمل ويقدر يرتب الأندية، يرتب لك المنتخبات. لم يتردد عدنان درجال لحظة واحدة بقبول منصب وزارة الشباب، يعني كان الأولى هو يعلم بأنه وجوده لا بالاتحاد لا ما يدري. وزارة الشباب أسهل من الاتحاد تسألني بالإدارة. رغم أنه أنا يعني بعيد عن الإداريين ورؤساء الأندية، لأنه الانتخابات عملية، أنا وجهة نظري عملية أو لعبة، هي غير منافسة، غير شريفة. اي بها واي امور خلف الكواليس، يعني مو مثلا انا اجي كابتن يعني عدنان ما مضمون منصبه، ولا مضمون، ولا مضمون، ولا مضمون. يعني يقول لك انا معك، بس هو ممكن يغير في اي لحظه. وحثت على مستوى اولمبيه، على مستوى اتحادات كره، وصارت ادارات انديه بال. فانا اقول انه وزاره الشباب بالنسبه للاخ ابو حيدر يعني، ويعني يعني مفصل عليه، بس لكنه تسالني الاتحاد وجهه نظري هو اولى به.